رحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله إنها يوم معانا. اللعبة WWE كاتو إن شاء الله معانا ضيف سامر عبد الحكيم. اليوم نجربها لها اللعبة، نزلتها يمكن قبل أكم من يوم. يلا نضغط أول واحدة، بطلع لك بدنا نلعب أسلحة. طلع لك بدنا نلعب مثلا في القفص الحديدي، او بدك تام مراودي. احنا ما نلعب شو مراودي، المصارعين هاي هم قدامك، بس هي شي بدك تفتحهم البسة اشي زيك، مش البسة للمصارعين، البسة للمصارعين اللي انت بدك تصممهم والحياه وهيك. لكن لازم نلعب بطولات، هاي مش بطولة. باتيستا طيب. بكشو سوبر ستار ستار. وراح نعلمكم كيف تنزلوها مجانا من متجر غير متجر بلين. يوم كيفك يا سامر؟ الحمد لله، مبروك القناة عمر جابر 99. شباب اليوم بدنا نولعها. يلا اشتراكاتكم يا كبير، ادعوا ناس وارجوا ناس، وان شاء الله نستمر معاكم ان شاء الله. يعني باتيستا نعمل وهو يأتي البيك شو الساحق، وهسه بدنا نخردقه. بس ثواني يا شباب، والسلام انطحوه. هيك الجحوش الصح يا جحيشي فجيشي. شوفوا يا شباب، والله العب باتيستا يا سامر، شو منك علينا اليوم؟ العب، الله اكبر. وان شاء الله سوف نعلمكم في طريقة تحميل اغاني. طريقة تحميل الاغاني سامر مختصاصة. بدنا نحمل اللعبة اليوم، نازلين بس هي موسيقى، بس دوت الموسيقى احنا وصلناها اللي هي الموسيقى، هي مؤثرات صوتية كمان. مؤثرات صوتية كمان. الموسيقى متى بتكون؟ لما اول ما تبلش اللعبة. اول ما تبلش اللعبة مضبوط، ودخلات المصارع. لعبك ايه؟ قلت جبت زميل لبك خارق. استنى والله الجو كلها ما زبط. يا حرام يا حرام. يا حرام يا حرام يا رب. لا 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 لا. طبعا اللعيبه جدا جدا. انا يعني الصراحه ما مش جديد على اللعبه، جديد على اللعبة، بدون اللعبة مش هالسهولة. كنت هيك يعني للعوالي خلاص. خسرنا فيها، ويا رب مباراة تانية إن شاء الله. هاي أول حلقة،
من هاي السجن ان شاء الله. طب كيف نحملها؟ كيف نحملها من هو؟ بنفوت على جوجل، مش جوجل بلاي، على جوجل، جوجل كروم او انترنت. جوجل او الانترنت. جرب جوجل كروم اذا ما عندك زي هيك. بنكتب محمد ابلت، نكتب زي ما مكتوب هون على الشاشة وبنعمل بحث. طبعا الطريقة كثير سهلة، سهلة جدا. بنفوت اول رابط البرنامج هاي زي ما شفتوا، انا انكبشت هاي هيك. صار عندك السوق، مش نزلت عندك بنا هاي، انت دخلت على السوق. نكتب WWE، دقيقة يا سامر، WWE هاي الاي ها. ونعمل تنفيذ ناتج البحث. اول واحدة بتكون عندك، اول واحدة بتكون عندك التثبيت وعندك صور هاي الصورة هون، هاي صورتها هاي. ما طبعا كثير روعة، كثير روعة. بس انا بس قعدت معي 4 ساعات وهي بثبت فيها. طبعا انا هي ثابتة عندي هسه، انا عندي مش الرابط، انا عندي السوق نفسه، عندي السوق. انت عندكم بس اللي وراح نشرح لكم كيف ثبتوا، كيف تصمم مصارعين. وراح وسامر حب يشارككم انه كيف ننزل اغاني من اليوتيوب دي، من الموقع اليوتيوب دي. ايوه اليوتيوب دي هذا. بس يا شباب ونطلعها بمقاطع عنا لازم، يعني حيوان أليف حناني اشتري. بنصمم مصارعين، بنروح هون وبنروح على الخيار الثاني، بنحط بداية بنروح على الخيار الثاني. طبعا تقدر تسوي له شعر، لحية، لا رواعي. على الخيار الثاني اللي تحت بلا، عفوا هاي بيجيبوا لك اختار على نفسك يا رجال. ما بدنا يا ناس، بدنا يا وسط هون، وبدنا بشرط جديد. بس شعر كيف بدك تسويه؟ مثلا هذا حلو، نعمل لا شعره تكري تكري حلو حلو. ولا حياته لها طويلة حلوة. طويلة حلوة على إسامر برضو لو تكري تكري أو أسود هو يشوفك أحلى. خليه يلبس من هيك، خليه يلبس أحسن. بعد بدو بدنا يعني احنا لسه هيك، احنا يمكن خلصنا المصارع، بس بدنا يعني ايش حركات تكون اسرع ولا يكون عنده عضلات. الان بدي اياه بوكس هيك تطير روح، نسمي واحد باسم قناتي، بس بدي اسمي سامر عشان سامر بس في الانجليزي انا ما بعرف. سامر واحلى تم هذا الوشم، مش وشم اللي بدي اذكر عليه. اجينا شو حسبنا كيف بدنا ننزل اغاني وبنختم ان شاء الله. هسه بدنا نطلع منها وبنروح على المتصفح. متصفح السلام عليكم، بدنا نشوف كيف بننزل اغاني. بنحط اذا ما بتعرف تكتب اكتب حرف التي،
شو بدي بتطلع عندكم اول خيار، بس عشان انا محملها لصاحبي. الاغاني كثير، ايش ما بدك يعني؟ شو بتحب اغنيه عمر انزل لك؟ انزل اغنيه تاكوتا تاكوتا. ذاك من ذاك الوقف بهالزمان؟ لا او شيله شو؟ اي اغنيه تكية ذاك من ذاك اللي وقف بهالزمان. حلوه. تكتب طبعا اغنية اي اشي شو بدك يعني يا عمر؟ بدي اغنية اللي سمعها نشوف برا مجوز. حط مجوز يا زلمة. وكتب جميع الفنانين عندكم مجوز. احمد العلي، محمود شكري. طب برضه محمود شكري كتير حلو، بتفتح محمود شكري؟ تقدر تطلع عندك على 3 و 4، تكتب على 3 احسن اشي. انه ايش هاد يعني؟ وورقة بثبت بتحط هون وبتكبس، وهيك بتكون بنثبت فيها شوي شوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عمر جيمر 99 وسام عبد الحكيم. مع السلامة يا شباب.